سلام وسكينة، تحياتي لجميع الأصدقاء الذين يتابعوننا في هذا التسجيل. في هذا التسجيل سوف نتحدث عن التنجيم، تاريخ علم التنجيم، أهمية هذا العلم، وماذا يفيدنا نحن أهم شيء. كنت في الحقيقة أريد أن أنشئ سلسلة لشرح الكبلاء من البداية وحتى أهم النقاط فيها، لكن استضنت بمسألة وهي أن لا يمكن شرح الكبلاء إلا بعد شرح التنجيم. أيضا نصطدم دائما أنا وصديقي أبو لبنان في قناته أو في قناتي بهذه النقطة، أن أغلب الدراسات الباطنية سواء في الخيمياء أو في شرح الرموز الدينية وفكفكتها أو في الكبلاء، جميعها تتضمن التنجيم. يعني جميع الدراسات الباطنية يتضمنها ويدخل فيها التنجيم بطريقة أو بأخرى. وبالتالي لو أردنا أن نشرح الباطنيات بشكل عام في أي جانب من الجوانب، فلا بد من شرح التنجيم، فلا بد من عمل حلقة تكون مرجع لأي شخص لا يعرف شيء عن التنجيم، حتى يعود إلى هذه الحلقة كمرجع له حتى يفهم أهم أسس ومبادئ علم التنجيم كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولهذا قلت أنه يجب علينا أن ننشئ هذه الحلقة بكل الأحوال. فما هو التنجيم يا أعزائي؟ ما هو تاريخ هذا العلم؟ الأسترولوجي أو التنجيم، ما هو تاريخه؟ وما هي أصوله؟ وكيف نفهم؟ في الحقيقة لو بدأنا من النقطة الأولى وهي ما هو تاريخ هذا العلم، تاريخ التنجيم، سنجد أن التنجيم قديم قدم الإنسان على الأرض. التنجيم علم قديم جدا، يعني ساد في الحضارات القديمة عند أقدم الشعوب، عند المصريين القدماء، عند البابليين، وعند الفرس، وعند الهنود. تقريبا لا نجد حضارة من الحضارات القديمة لم يكن عندها اهتمام بمراقبة السماء والنجوم والأبراج ودراستها وفهمها. الإنسان لاحظ من خلال هذه المراقبة المستمرة للأفلاك السماوية أن هذه الأفلاك السماوية ربما لها تأثير عليه، ربما لها تأثير على حياته على الأرض، لأنه وجد أن البحر يتغير في وقت اكتمال القمر، حركة المد والجزر تتأثر باكتمال القمر. الإنسان لاحظ هذه المسألة، لاحظ أيضا أنه عندما يكتمل القمر يكون هناك حالة من النشاط الحيوي عنده وعند جميع الكائنات الحية تقريبا على الأرض. وبالفعل نحن نعلم اليوم أن اكتمال القمر يؤدي إلى نشاط في الدورة الدموية في جسم الإنسان. والإنسان لاحظ أهمية القمر إذا أراد أن يزرع، يعني في هناك أوقات للزراعة ارتبطت بجداول قمرية عند الإنسان. أيضا لاحظ الإنسان أهمية الشمس، الشمس مهمة جدا للنباتات، أصلا عملية البناء الضوئي كلها تحتاج إلى الشمس. النبات الذي لا يتعرض للشمس يموت. أيضا أهمية الشمس في أنه يحتاج الإنسان القديم لصناعة الخمر،
وهكذا الإنسان من خلال ملاحظته لهذه الأمور بدأ يربط بين حقيقة أن وجوده على الأرض مرتبط بالأفلاك السماوية. وهنا كانت بدايات تشكل الوعي بأهمية دراسة الفلك، بأهمية دراسة الأفلاك السماوية عند الإنسان القديم. فنتج عندنا جراء ذلك علم التنجيم الذي اهتمت به جميع الحضارات، دراسة الأفلاك السماوية، الاهتمام بكيف تؤثر هذه الأفلاك السماوية إن كان لها تأثير علينا نحن البشر على الأرض. اهتم الإنسان بهذه المسألة منذ القدم، ومن خلال ملاحظة الإنسان للسماء لاحظ الأبراج 12 في شكل المجموعات النجمية. لاحظ أن هذه المجموعات النجمية كل مجموعة نجمية يمكن الوصل بينها بخطوط وهمية ورسم شكل لهذه المجموعة النجمية. ومن هنا بدأ يسمي تلك الأشكال وتلك المجموعات النجمية 12 بأسماء، فصار عندنا ما يعرف بالأبراج 12 التي نستطيع أن نرصدها في السماء من خلال أشكال مجموعاتها النجمية، يعني برج حمل، برج ثور، برج جوزاء، وصولا إلى البرج 12 وهو الحوت. الأبراج لابد أن نتحدث فيهم ونتحدث عن صفاتهم بعد أن تكلمنا عن تاريخ علم التنجيم ولماذا اهتم الإنسان ببحث هذه المسألة. لابد الآن أن ندخل في فهم الأبراج 12 التي رصدها الإنسان منذ البداية. الأبراج تبدأ بالحمل وتنتهي بالحوت. بداية عندما نتحدث عن الأبراج فيجب علينا أن نعرف مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان قسم الأبراج بحسب العناصر الأربعة، يعني النار والهواء والماء والتراب. وبالتالي عندنا أبراج نارية، وعندنا أبراج هوائية، وعندنا أبراج مائية، وأبراج ترابية. الأبراج النارية هي مثل الحمل والقوس، الأبراج الهوائية هي مثل الجوزاء والدلو، الأبراج المائية هي مثل العقرب والسرطان، الأبراج الترابية هي مثل الثور والجدي، وهكذا. فجميع الأبراج تتقسم على العناصر الأربعة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي الأبراج نفسها وخصائصها، يعني خاصية كل برج، ما هي الطبيعة التي يختص بها كل برج من الأبراج الفلكية. لو بدأنا مع الحمل، برج الحمل هو برج محكوم من كوكب المريخ، برج يمثل الاندفاع، برج يمثل الحيوية، برج يمثل النشاط، برج حيوي بامتياز، برج الطاقة فيه تكون متفجرة. يمكن أن نفهم برج الحمل يعني في صورة الإنسان الذي دائما يمارس الرياضة، في صورة الإنسان الذي دائما لديه أنشطة حيوية كثيرة، أو حتى ممكن يكون جندي في الجيش، لأنه برج الحمل يشير إلى الجيش، هو محكوم من المريخ وهو يمثل الطاقة الحيوية الاندفاعية والمتفجرة. يمثل أيضا برج الحمل البراءة والنقاوة العفوية جدا، هذا ما يمثله برج الحمل ببساطة. أنا لست في مقام توسع في الحقيقة، أريد أن أعطي يعني ملخص بسيط عن كل برج في هذه الحلقة، وكما قلت أريد لهذه الحلقة أن تكون مرجع لكل مبتدئ
أو لكل من يهتم بدراسة التنجيم. إذن هذا هو برج الحمل. ننتقل الآن إلى برج الثور الذي يأتي بعد برج الحمل. برج الثور هو برج ترابي محكوم من الزهرة. الثور عنيد، من الصعب تغيير أفكاره. برج الثور برج مادي بامتياز، يحب المتع الدنيوية، يحب الاستمتاع بالحياة، يحب الملذات. هذا ببساطة هو برج الثور. وإذا أردنا أن نعطي توصيف لبرج الثور أو نصفه بشيء موجود على الأرض، فنقول برج الثور هو مخزن المال، هو مخزن ومستودع الأشياء التي نتملكها، لأنه يشير إلى التملك، إلى المال، إلى الملكية. فهو المخزن، هو الخزنة اللي أنت تضع فيها أموالك. هذا ما يمكن أن نوصف به برج الثور. ننتقل بعد ذلك إلى برج الجوزاء. برج الجوزاء هو برج هوائي، يعني بمسألة التواصل مع الآخرين، يعني بمسألة الاهتمام بالتعبير عن الرأي، الاهتمام بالصحافة، بالإعلام. هذه الأمور يهتم بها برج الجوزاء: الصحافة، الإعلام، التعبير عن الرأي، الكتابة بشكل جيد، لأنه محكوم من عطارد. كل الأحوال لو أردنا أن نصف برج الجوزاء بشيء موجود على الأرض، فيمكن أن نصف برج الجوزاء بأنه ساعي البريد، الشخص الذي ينقل الرسائل بين الناس، الشخص الذي يهتم بالتواصل. هذا ما يمكن أن نصف به برج الجوزاء. ننتقل من الجوزاء إلى السرطان. برج السرطان هو برج مائي محكوم من القمر. السرطان من صفاته الاهتمام بالأسرة، العائلة، الاهتمام بالمنزل، الاهتمام بالعناية بالأمور والأشياء. لو أردنا أن نصف برج السرطان، فيمكن أن نصفه بأنه الأم الراعية أو الأم الحنونة على أبنائها. هو برج حساس جدا، عنده حدس كبير جدا، مثل حدس الأم تجاه أبنائها. هذا هو برج السرطان. ننتقل بعد ذلك من برج السرطان إلى برج الأسد. برج الأسد الناري المحكوم من الشمس. برج الأسد إذا أردنا أن نعطي صفات له، يمكن أن نقول الغرور، التعبير عن الذات بكل حرية، الكاريزما، الثقة بالنفس، التعبير عن الرأي والإبداع، و إخراج المواهب بكل حرية. هذا هو برج الأسد. هو إذا أردنا أن نعطيه توصيف، فيمكن أن نقول هو برج الملكية، هو الملك الذي يعبر عن رأيه بكل حرية ويمتلك كاريزما كبيرة جدا. هذا هو برج الأسد. ننتقل بعد الأسد إلى برج العذراء. برج العذراء هو برج ترابي محكوم من عطارد. برج العذراء هو برج يعني بأدق التفاصيل، بتفاصيل التفاصيل التي تدخل في التفاصيل، يعني برج دقيق جدا، يهتم بالترتيب والنظافة والنظام والصحة، يهتم بمسائل الفكر والعقلانية، يحب أن يكون كل شيء منظم ومرتب. هذا هو برج العذراء باختصار. وإذا أردنا أن نصف برج العذراء بشيء موجود على الأرض، فيمكن أن نقول أنه هو المحلل، المحلل الذي يحلل كل شيء بدقة وبالتفاصيل بشكل مستمر. هذا هو برج العذراء.
ننتقل من العذراء إلى برج الميزان. برج الميزان هو برج هوائي محكوم من كوكب الزهرة. برج الميزان هو برج يعني بالعلاقات، يعني بالتواصل مع الآخرين، يعني بإنشاء علاقات اجتماعية واسعة، شبكة علاقات اجتماعية، يعني بالتجارة، يعني بالبيع والشراء، يعني بكل هذه المسائل، ويعني أيضا بلا شك بإنشاء الشراكات من أجل تحقيق المصالح ومن أجل تحقيق الأهداف. إذا أردنا أن نعطي توصيف لبرج الميزان على الأرض، فنقول أن الميزان هو رجل السياسة أو الدبلوماسي، هو ذلك الدبلوماسي الذي يجيد إنشاء العلاقات مع الجميع، هو ذلك الدبلوماسي الذي يجيد الحديث بشكل كبير جدا مع الآخرين من أجل تحقيق مصالحه والوصول إلى أهدافه. هو أيضا التاجر الماهر جدا الذي يستطيع أن يقنع الزبائن ببضاعته لكي يشتروها. هذا هو الميزان، هو المفاوض أيضا، التاجر المفاوض الدبلوماسي، كل هذه يمكن أن تنطبق على برج الميزان. ننتقل من الميزان إلى برج العقرب. برج العقرب المائي المحكوم من المريخ. حقيقة برج العقرب هو برج الغموض، هو برج الأسرار والموت، برج الباطنية بامتياز، وبرج التعمق في خبايا النفس. يعني برج العقرب بكل هذه الأشياء، ويعني بالحفاظ على السرية وكتمان المعلومات وكتمان الأسرار. هذا هو العقرب. وإذا أردنا أن نعطي يعني وصف لبرج العقرب على الأرض، فنقول هو رجل المخابرات. هو هذا رجل المخابرات، ومبنى الاستخبارات هو برج العقرب، يمكن أن نعتبره، لأنه هو البرج الذي يهتم بالمعلومة، بتفاصيل المعلومة، ويهتم ليس فقط بجمع المعلومات وإنما الحفاظ على سريتها، ويهتم أيضا بعدم إظهار ما بداخل نفسه للآخرين. هذا هو برج العقرب، برج الباطن وبرج الأسرار. ننتقل من العقرب إلى القوس. برج القوس الناري المحكوم من المشتري. برج القوس هو السطحية والانطلاق في الحياة، الإيمان بالحظ، الإيمان بالقدر، عدم الاكتراث بشكل كبير بما يحدث. دائما ما نجد أي شخص برج القوس حاضر في حياته بشكل كبير أنه شخص غير مبالي، شخص مهما يحدث معه تجد أنه غير مبالي وغير مكترث بالنتائج. هو برج الإيمان بالقدر، برج الإيمان بالحظ، هو برج السطحية وعدم التعمق بشكل كبير جدا في الأشياء، يعني بالسفر، ويعني بحب الاطلاع على الثقافات الأخرى، ويعني بالانفتاح على الآخرين. ببساطة هذا هو برج القوس، وهو إذا أردنا أن نعطيه وصفا على الأرض، فنستطيع أن نقول هو أستاذك الجامعي بالفعل، يعني لأنه بيرتبط بالجامعات وبيرتبط بالتعليم العالي والدراسات العليا، بيعني أيضا بتحصيل الدراسات الأكاديمية العليا. ببساطة هذا هو برج القوس. ننتقل إلى برج الجدي. برج الجدي الترابي المحكوم من محبوب قلوبنا جميعا،
كوكب زحل. برج الجدي هو أعلى برج في السماء ويمثل البيت العاشر. برج الجدي يمثل تحمل المسؤولية، يعني بتحمل المسؤولية، يعني أيضا بحب المال، يعني أيضا بالمادية، ويعني بالإصرار على تحقيق الأهداف وتحقيق النتائج مهما كانت الظروف، يعني أيضا بتحدي الظروف الصعبة ومواجهة التحديات. هذا هو الجدي. دائما ما يصور برج الجدي على أنه جدي يصعد إلى قمة الجبل، هو عنده إصرار، عنده إصرار على الوصول إلى أهدافه. أيضا برج الجدي لو أردنا أن نصفه بوصف على الأرض، فيمكن أن نقول أن برج الجدي هو الشخص المثابر والمجتهد من أجل تحقيق أعماله ومن أجل تحقيق أهدافه. يمكن أن نرى برج الجدي في صورة رجل الأعمال العصامي الذي أنشأ نفسه من الصفر ولا زال مستمرا في مسيرته العصامية. هذا هو برج الجدي. ننتقل من الجدي إلى الدلو. برج الدلو الهوائي المحكوم أيضا من محبوبنا زحل. برج الدلو هو برج يعني بالصداقات، يعني أيضا بالتمرد ضد الظلم وضد الاستبداد والقهر، يعني أيضا بالشعوب وبثورات الشعوب. هو برج يعني متحرر من القهر ويسعى لمساعدة الناس، برج يسعى من أجل الصداقات التي لا تبنى على أساس مصلحة، الصداقات التي تعني بالوصول لتحقيق مبادئ ثورية. أحيانا ممكن لو أردنا أن نرى برج الدلو على الأرض، أفضل شيء أنا أعتقد هو النظر إلى الشيوعيين. يعني إذا أردت أن أدخل على مجموعة من الشيوعيين وكأني دخلت على برج الدلو، لأنه برج محكوم من زحل المادي، والشيوعية هي فلسفة مادية. طبعا برج الدلو يعني بالصداقات، والشيوعيين ينادون بعضهم رفاق. دائما برج الدلو يهتم بالثورات، والشيوعيين اهتموا بالثورات، ثورات العمال، ثورات من أجل تحسين ظروف المجتمع، ثورات من أجل الشعوب. فيرتبط بشكل كبير أنا أعتقد برج الدلو بهذه الاهتمامات وهذه المسألة، يمكن أن نراه بشكل كبير جدا في الشيوعية برج الدلو. ويمكن أن نقول ببساطة أن برج الدلو هو برج الشيوعية وبرج الاشتراكية. بكل الأحوال نريد أن ننتقل من الدلو إلى برج الحوت. برج الحوت هو البرج الثاني عشر، هو محكوم من المشتري، وهو برج مائي بكل الأحوال. برج الحوت يمثل التصوف، الزهد، الابتعاد عن الحياة الاجتماعية بشكل كبير، والعزلة، الانفراد بالذات، البحث عن الحقيقة، العرفان، التصوف، الغنوص. هذه مسائل كلها تتعلق ببرج الحوت، وبرج روحاني بالمناسبة. الحوت إذا أردنا أن نصفه بوصف على الأرض، فيمكن أن نقول أنه الناسك المتعبد والمتصوف. هذا هو برج الحوت ببساطة. كل الأحوال هكذا نحن شرحنا بسرعة كبيرة جدا وربما مخلة، وأنا أعلم أنها مخلة، نبذة عن كل برج
نبذة بسيطة جدا وقصيرة جدا عن كل برج من الأبراج الاثني عشر، أتمنى أن تكونوا أخذتم لمحة أو صورة مبدئية عن كل برج. أنا لا أريد أن أعطي تفصيل وشرح وافي وكافي عن كل برج، لأن كل برج ربما يحتاج إلى حلقة للحديث عنه والحديث عن أسراره وكيف يؤثر إذا وقعت فيه كواكب معينة ومن من هو محكوم وكيف يتأثر. هذه المسائل تحتاج إلى وقت كبير جدا. أنا ما يهمني في هذه الحلقة هو إعطاء نبذة عن علم التنجيم حتى يفهم المبتدئ مبادئ وأساسات هذا العلم. وإذا شرحنا الآن الأبراج الاثني عشر، قلنا يبدأون من الحمل وينتهون بالحوت. طبعا كل برج من الأبراج الاثني عشر التي تكلمنا عنها يرتبط ببيت من البيوت الفلكية. فما هو الفرق بين الأبراج الفلكية والبيوت الفلكية؟ كثيرا ما تسمعون أنتم المنجمين يتكلمون عن البرج وأحيانا يتكلمون عن البيت أو المنزل، فما هو الفرق؟ الفرق يا أحبائي بسيط جدا، وهو أن البيت الذي نبدأ العد من عنده في البداية يسمى الطالع ويعطى رقم واحد، يعني يصير يقال له البيت الأول، ثم بعد ذلك البرج الذي يليه في العد يكون البيت الثاني والثالث والرابع وصولا إلى الثاني عشر. طبعا في حالة الأبراج العادية التي بدأناها قبل قليل من الحمل يكون الطالع هو الحمل والبيت الثاني هو الثور والبيت الثالث هو الجوزاء وصولا إلى الحوت. لكن الشمس لا تشرق من مجموعة نجمية واحدة، الشمس عندما تشرق قد تشرق من مجموعة شمسية مختلفة كل ساعتين، يعني عندنا كل ساعتين يتغير الطالع في السماء، وبالتالي نحن نبدأ العد بالنسبة لعد البيوت الفلكية من وقت وجود الطالع. يعني إذا أردنا أن ننشئ مخطط فلكي فنحسب الوقت لنعرف الطالع فيه ونبدأ العد من الطالع، يعني ليس بالضرورة أن يكون الطالع حمل دائما، قد يكون الطالع سرطان، قد يكون الطالع حوت، قد يكون الطالع ميزان، وبحسب. المهم الطالع دائما يأخذ الرقم واحد وما بعده يأخذ بقية الأرقام وصولا إلى الرقم الثاني عشر. هكذا يمكن أن تفهموا البيوت. البيوت كل بيت له خواص، يعني الطالع الذي هو البيت الأول يعني بالشخصية بالذات بالصحة، أحيانا صحة البدن صحة الجسد، هذه كلها أمور الطالع أو البيت الأول. البيت الثاني يعني بالمال والممتلكات وما نحاول أن نحتفظ به لأنفسنا، وأيضا يرتبط بالعائلة البيت الثاني، هذه كلها اهتمامات البيت الثاني. البيت الثالث يعني بالتواصل مع الآخرين، خاصة التواصل عبر الإنترنت. البيت الثالث يعني بالمرحلة الدراسية الابتدائية، يعني أيضا التعبير عن الذات خلال الكلام وخلال الكتابة، هذا هو البيت الثالث. البيت الرابع يعني بالسعادة الشخصية، يعني بالوطن الأم، يعني أيضا بالأم للإنسان، هذا هو البيت الرابع. البيت الخامس يعني بالإبداع، يعني بالتعبير عن الذات بكل حرية، يعني بالكاريزما الشخصية، يعني بالأبناء، أبناء الشخص، أبناء الإنسان أو الأطفال بشكل عام.
البيت السادس يعني بالصحة، يعني بالروتين اليومي، يعني بمزاولة الأفعال التي نزاولها باستمرار وفيها استمرارية، يعني أي فعل يصبح روتيني عندنا. أيضا يعني بالأمراض التي قد نتعرض إليها، هذا هو البيت السادس. البيت السابع يعني بالشراكات، يعني أيضا بالزواج، يعني بكل هذه المسائل. البيت الثامن يعني بأمور الموت، أمور الحوادث، أمور السحر، أمور غامضة في حياة الإنسان، الأمور التي لها علاقة بالجانب الباطني في حياة الإنسان. البيت التاسع هو بيت الدين، بيت الطريق أو الدارما، يعني باهتمامات الإنسان على المستوى الديني، على المستوى الروحاني بشكل ما، يعني أيضا بدراسة الإنسان العليا في الجامعة أو ما بعد الجامعة. أما البيت العاشر فيعني بالعمل، طبيعة العمل والقدرة على التحمل بالنسبة للمسؤوليات والقدرة على الثبات في الظروف الصعبة، هذه كلها نراها من البيت العاشر. البيت الحادي عشر يعني بالأصدقاء، يعني بالعلاقات مع الأصدقاء، يعني أيضا بتحقق الرغبات وتحقق ما نطمح إليه، هذه كلها أمور البيت الحادي عشر باختصار. البيت الثاني عشر يعني بالأماكن البعيدة، يعني أيضا بالمستشفيات، بالسجون، يعني بالأشياء الباطنية العميقة، الإيزوتيريك بشكل عام، ويعني أيضا بالممارسات الروحية الباطنية. بكل الأحوال هذه هي البيوت الفلكية باختصار، من الأول إلى الثاني عشر، ولم أعطيها حقها. أنا أعرف أن هذه الحلقة لا تعطي جميع البيوت ولا جميع الأبراج ولا جميع الكواكب حقها، ولكن الهدف كما قلت وأعيد وأكرر هو إعطاء أهم المبادئ للشخص الذي لا يعرف شيء في التنجيم ويريد أن يكون على اطلاع على هذا العلم، يعني هو شخص مبتدئ ويريد أن يفهم من البداية أي شيء عن هذا العلم، فنحن نقدم له هذه الحلقة. وطبعا لدينا هدف، نحن بعد ذلك عندما ندخل في شرح العلوم الباطنية بحاجة كبيرة جدا إلى أن يكون الشخص مطلع ولو اطلاع بسيط على أهم أساسيات علم التنجيم حتى يفهم ما نقول. بكل الأحوال ننتقل من شرح الأبراج والبيوت بعد أن شرحناها وأعطينا نبذة مختصرة عنها إلى شرح الكواكب في علم التنجيم. أولا، إذا افترضنا أن البيوت هي أماكن العمل، فإن الكواكب هم العمال الذين يعملون في أماكن العمل. على سبيل المثال قلنا أن الحمل هو برج الطاقة الحيوية المندفعة، هو برج الجرأة والعفوية، فإذا جلبنا المريخ إلى الحمل يكون هذا أمر ممتاز، المريخ سيعمل بشكل جيد في الحمل، لأن المريخ كوكب يهتم بالجرأة، يهتم بالشجاعة، يهتم بالقوة، فبيئة الحمل تناسبه، يستطيع أن يعمل فيها بشكل جيد. أما إذا جئنا بزحل ووضعناه في الحمل فسوف يكون أمر سيء جدا، لن يستطيع زحل أن يعمل بشكل جيد في الحمل، لأن زحل طبيعته هي التراخي والبطء الشديد جدا، بينما الحمل برج يعني ناري وبرج يحتاج إلى سرعة في الأداء. فالعمال هم الكواكب
والأبراج الفلكية أو البيوت الفلكية هم الأماكن التي يعمل فيها هؤلاء العمال أو الكواكب. أتمنى أن هذه الصورة تكون واضحة، لأنه قد نتكلم عن أماكن الشرف وأماكن الهبوط. أماكن الشرف لكل كوكب هي الأماكن التي يستطيع هذا الكوكب أن يؤدي عمله فيها بشكل ممتاز وبشكل جيد، بينما أماكن الهبوط هي الأماكن التي لا يستطيع الكوكب أن يؤدي عمله فيها بشكل جيد أو بشكل ممتاز، وقد يكون أحيانا الكوكب في بيوت تسمى بيوت الوبال. عندها الكوكب يفقد كثير من مميزاته ولا يكون قادرا على العمل بشكل ممتاز أو بشكل جيد جدا. بكل الأحوال هذه مقدمة حتى تفهموا لماذا سوف نذكر الكواكب، ونبدأ مع الكواكب السبعة الأساسية. في علم التنجيم قديما اعتبروا أن أهم الكواكب هي سبعة كواكب، بينما الكواكب الفرعية التي تم اكتشافها حديثا مثل أورانوس، مثل نبتون، مثل بلوتو، هذه الكواكب أضيفت لاحقا إلى علم التنجيم، وخاصة علم التنجيم الغربي الويسترن أسترولوجي، بينما لم تضف إلى علم التنجيم الشرقي يعني الفيديك أسترولوجي، لا يزال مفتقرا حتى الآن إلى الاعتماد على الكواكب حديثة الاكتشاف في القراءات الفلكية. بكل الأحوال نحن سوف نشرح عن الكواكب السبعة الرئيسية، وربما نعطي نبذة بسيطة ومختصرة عن الكواكب الفرعية حديثة الاكتشاف. الكواكب السبعة الرئيسية هي الشمس والقمر، يعني تم اعتبارهم عند القدماء أنهم كواكب. الشمس كما نعلم هي نجم في علم الفلك، ولكن في علم التنجيم تعتبر كوكب. القمر أيضا لا يعتبر جرم سماوي، يعتبر كوكب من الكواكب في علم التنجيم وله تأثيره الخاص. عندنا بعد الشمس والقمر زحل، ويسمى أيضا الشمس السوداء. أيضا عندنا المشتري، عندنا المريخ، عندنا الزهرة، وعندنا عطارد. هذه هي الكواكب السبعة الرئيسية. طبعا يرتبط كل كوكب بمعدن، ولكن هذا موضوع له علاقة في الخيمياء ولا أريد الدخول في الخيمياء، لكن تذكرته فذكرته، اللي هو ارتباط كل كوكب بمعدن من المعادن. بكل الأحوال الآن آتي إلى مسألة طبيعة كل كوكب، ما هو تأثير كل كوكب من الكواكب. الشمس، نبدأ مع الشمس. الشمس تمثل الذات، تمثل الشخصية الباطنية للإنسان أو الروح الحقيقية للإنسان والجوهر الحقيقي له، جوهر الفرد. هذه هي الشمس في الخريطة الفلكية. الشمس تعني بمفهوم الأنا، يعني ذات الإنسان، شخصية الإنسان، الأنا عند الإنسان. وطبعا الشمس تكون جيدة وممتازة في برج الحمل، وتكون في أسوأ حالاتها أو في بيت هبوطها في الميزان. طبعا تكون جيدة في الحمل لأن الحمل يوفر لها بيئة العمل الجيدة والممتازة، السرعة، الحيوية، النشاط، بينما الميزان تكون سيئة فيه لأنه برج هوائي ومتردد، وبالتالي الشخصية التي يكون عندها الشمس في الميزان دائما ما نراها متقلبة ومترددة في اتخاذ القرار. هذا بالنسبة للشمس وبيت شرفها وبيت هبوطها. ننتقل إلى القمر. القمر يعني برغبات الإنسان، يعني بطريقة تفكير الإنسان. هذا الإنسان ما هو الشيء الذي يشغل باله بشكل كبير جدا؟ الشيء الذي يشغل بال الإنسان بشكل كبير جدا، الرغبات الحقيقية لهذا الإنسان نعرفها من مكان وجود القمر عند هذا الشخص. كيف هذا الشخص يفكر؟ هل
يستطيع أن يكون ثابت في داخل عقله وفي داخل تفكيره، أم أن الأفكار عنده تتوارد بشكل مستمر؟ أيضا القمر يرتبط بالأم، يرتبط بالأم عند الشخص. وطبعا مما فاتنا أن نقول عن الشمس أن الشمس ترتبط بالأب وترتبط بالملوك بشكل عام، أما القمر فيرتبط بالأم في حياة الإنسان. القمر طبعا جيد وممتاز في برج الثور، لأن الثور يتيح له بيئة عمل ممتازة، بينما يكون سيء وفي وباله عندما يكون في العقرب. بشكل عام هذا هو مكان الشرف للقمر الثور، ومكان الوبال هو العقرب، أما مكان هبوط القمر فهو الجدي. بكل الأحوال ننتقل من القمر إلى الزهرة. الزهرة تحكم الميزان وتحكم الثور. طبعا من أماكن الجيدة جدا لكوكب الزهرة الميزان والحوت، بينما من أسوأ الأماكن للزهرة هو برج العذراء، لا تكون يعني تعمل بشكل جيد في العذراء. الزهرة تعني بالعلاقات، تعني باللذة، تعني بتحصيل المال، تحصيل الراحة في الحياة، وتحصيل السعادة على المستوى المادي والدنيوي. هذه هي الزهرة، كوكب المتع الحسية والمادية. تكون جيدة في برج الميزان لأنه هو أحد بيوتها في الأساس، هو أحد الأبراج الذين تحكمهم الزهرة. وتكون سيئة في العذراء لأن العذراء يهتم بأدق التفاصيل، والزهرة بالأساس ليست الكوكب الذي يعني بالتفاصيل. الزهرة تريد أن تنشئ علاقات اجتماعية، تريد أن تكون سعيدة، فالتركيز على التفاصيل، بيئة عمل العذراء التي تركز على التفاصيل تضيع المتعة، تضيع هدف الزهرة الذي هو الوصول للمتعة والوصول للسعادة. هذا بالنسبة للزهرة ومكان الأماكن الجيدة لها والأماكن السيئة. ننتقل من الزهرة إلى عطارد. عطارد هو كوكب يحكم العذراء والجوزاء، يعني عطارد بالذكاء، ويعني أيضا بالتحليل المنطقي، يعني أيضا بالحساب الرياضي، حساب الرياضيات، يعني أيضا بالقدرة على تحليل المعلومات بدقة، يعني أيضا بالتواصل مع الآخرين، يعني أيضا عطارد بالكتابة والصحافة وكل هذه الأمور. عطارد من الأماكن الممتازة والجيدة له هو برج العذراء، ومن أسوأ الأماكن تقريبا له هو الحوت. بكل الأحوال هو جيد في العذراء لأن العذراء هو مكان يهتم بالتفاصيل. برج العذراء من الأبراج كما قلنا التي تعني بأدق التفاصيل وبتفاصيل التفاصيل، وعطارد أيضا يعني بالتحليل، بالتحليل الرياضي، بالرياضيات، بالحساب. فبيئة العذراء تناسبه، بيئة تحليل، بيئة تركيز على التفاصيل، فهي ممتازة له. بينما الحوت مكان سيء لعطارد لأن الحوت كما قلنا يمثل العزلة، يمثل الابتعاد عن الآخرين، يمثل الغرق مع الذات في تفكير فردي أنوي، والبعد عن التحليل المنطقي. قد يصل أحيانا الحوت إلى الخرافة وإلى الوهم في بعض الأحيان، وهذه البيئة لا تناسب عطارد. عطارد المنطقي الذي يريد أن يحلل أشياء منطقية لا يستطيع أن يتعامل مع بيئة الحوت المتصوفة التي دائما تنظر إلى مسائل روحانية، يعني لا تحتاج منطق. ننتقل من عطارد إلى المشتري. المشتري يحكم القوس والحوت، يعني المشتري بالتوسع والبركة والحظ،
ويعني أيضا بالأبناء، ويعني بالمال والوفرة، ويعني بالدين بشكل عام، يعني التدين، ويعني أيضا بالفلسفة وحب الحكمة. هذه كلها الأمور الجيدة التي يهتم بها المشتري. المشتري من أفضل الأماكن له هو السرطان، بينما أسوأ الأماكن له هو برج الجدي. السرطان لأن برج السرطان يعني بمسائل الاهتمام والرعاية، والمشتري عندما يكون بمكان يعني بالاهتمام والرعاية فبالتأكيد سيقدم أفضل ما عنده، بينما أسوأ مكان له هو الجدي، لأن الجدي برج مادي، برج محكوم من زحل، والمشتري يمكن أن نصف بأنه رجل الدين، فكيف سنضع رجل الدين في مكان مادي، في مكان يهتم بالمادية ولا يهتم بالروحانية؟ برج الجدي برج لا يهتم بالفلسفة، ولكن يهتم بأداء العمل، لا يهتم بالتنظير، بينما المشتري يهتم بالتنظير والفلسفة وتقديم أهمية للتنظير والفكر، وبالتالي من أسوأ الأماكن أن يكون في الجدي. ننتقل من المشتري إلى المريخ. المريخ هو كوكب يعني بمسائل الحرب والصراعات والقوة والرياضة والطاقة الحيوية المتفجرة والمتجددة، هو يحكم الحمل والعقرب، يهتم بكل الأنشطة الحيوية التي تحتاج بذل طاقة ومجهود كبير. يمكن أن نقول أن أفضل مكان لكوكب المريخ هو في الجدي، وأسوأ مكان له هو في السرطان، يعني على العكس من المشتري. أفضل مكان للمريخ هو الجدي، لأن الجدي ترابي واقعي، والمريخ هو جند الحرب، جند الحرب المحارب يجب أن يكون في بيئة واقعية، بيئة مادية، وأن لا يكون عاطفيا بشكل كبير جدا. بينما أسوأ مكان له هو السرطان، لأن السرطان يعني بالاهتمام والرعاية، ويعني بالأمومة بشكل عام، وجند الحرب هو ليس أم، هو ليس ذاهب لكي يرعى الآخرين، هو ذاهب لكي يقاتلهم، وبالتالي يكون سيء إذا وضع في بيئة السرطان. بكل الأحوال هذا هو المريخ. ننتقل من المريخ إلى محبوبنا جميعا، محبوب جماهير العالم، كوكب زحل. كوكب زحل الغالي والحبيب، كوكب زحل. كوكب زحل يرتبط ويعني بمسائل مثل المادية، ويسمى أيضا الشمس السوداء، يعني هو إذا افترضنا أن الشمس تهتم بالملوك وتهتم بالملكية والحكم الملكي، يمكن أن نقول أن زحل يعني بالحكم الشعبي، يعني هو العكس من حكم الشمس، هو يسمى الشمس السوداء. حكم الشمس هو حكم الملوك، حكم الملكيات، بينما الحكم الذي يأتي من زحل هو حكم الشعوب، لأن زحل يحكم الدلو الذي يعني بالشعوب وبالجماهير، فزحل هو المعارضة لسلطة الشمس، هو ضد الشمس، هو حكم الشعب، حكم الجماهير. زحل هو الذي يعني ب تحقيق الأهداف الطويلة والبعيدة جدا في الحياة. دورة زحل مدتها 30 عام. زحل يعني أيضا بالتعسير على الإنسان في بعض جوانب حياته حتى يقوم بتطويرها. أي مكان بيكون فيه زحل يخلق فيه قيود، يخلق فيه صعوبات لحتى نتقدم ونتطور. زحل يعني بالأمراض، يعني زحل أيضا
كل ما ذكرناه قبل وما ربما نذكر لاحقا فيما بعد. هذا هو زحل، زحل كوكب الثبات، كوكب القيود، كوكب التعسير. زحل أفضل الأماكن له هو الميزان الهوائي، وأسوأ الأماكن له هو الحمل الناري. أفضل مكان له الميزان لأن الميزان يعطي زحل قدرة على التأني، قدرة على العمل ببطء، وهو ما يحتاج زحل. زحل كما قلنا هو الكوكب الأكثر بطئا من بين الكواكب في حركته، فيحتاج إلى برج يعني متردد، برج لا يعمل بشكل سريع، يحتاج إلى برج متردد مثل برج الميزان. أفضل مكان له لذلك هو الميزان، بينما أسوأ مكان له هو الحمل، لأن الحمل برج ناري. طبيعة عمل برج الحمل هي السرعة، هي الاندفاعية، هي الجرأة والشجاعة بشكل كبير جدا. الحمل ببساطة هو شخص ذاهب إلى المعركة، إلى الحرب، وزحل لا يستطيع أن يكون هناك في تلك البيئة. يعني زحل الرجل الحكيم الكبير في السن والمريض أيضا لا يستطيع أن يذهب إلى الحرب، فلذلك من أسوأ الأماكن له هو الحمل. هكذا يا أحبائي، أنا يعني تكلمت ربما وأعطيت نبذة عن كل كوكب وأفضل الأماكن له وأسوأ الأماكن، وأنا أعلم مرة أخرى أقول أن هذا الطرح بسيط وغير معمق، ولكن كما قلت أريد أن أعطي نبذة عن كل كوكب، عن كل برج، عن كل بيت للمبتدئين. نسيت أمر مهم، وهو أن أربط بين الكواكب والآلهة بشكل سريع. نربط بين الكواكب والآلهة، يعني لن نأخذ وقت كثير. الشمس ترتبط بجميع آلهة الشمس، مثل الإله هورس، مثل الإله ديونيسيس، مثل الإله أبولو. جميع آلهة الشمس يرتبطون بكوكب الشمس. القمر يرتبط بالإله الأم إيزيس، بالإلهة ديانا، بجميع آلهة القمر عند القدماء. عطارد يرتبط بهرمز، يرتبط بميركوري، يرتبط بجميع آلهة الذكاء عند القدماء. الزهرة ترتبط بأفروديت، ترتبط بعشتار، ترتبط بححتور، بجميع آلهة السعادة والمتع عند القدماء. المريخ يرتبط بإله الحرب. المشتري كما قلنا يرتبط بالإله زيوس، يرتبط بآلهة أخرى تعني بالحظ والزراعة، مثل الإله بعل عند الكنعانيين. هذا هو المشتري. زحل يرتبط بالإله ساترون، الإله كرونوس عند الإغريق والرومان، ويرتبط أيضا عند الهندوس بالإله شيفا المدمر. هذا هو كوكب زحل. ببساطة هذه ارتباطات الآلهة بالكواكب. البعض قد يسأل مولانا يعني ما الفائدة من ربط الكواكب بالآلهة القديمة؟ نقول إنه ربط الكواكب بالآلهة القديمة مهم جدا، حتى إذا أراد شخص من المبتدئين إنه يفهم طبيعة عمل هذا الكوكب وصفات هذا الكوكب يذهب ويقرأ الأساطير المتعلقة بهذا الإله. يعني عندما تقرأ الأساطير المتعلقة بالإله كرونوس تستطيع أن تفهم طبيعة عمل كوكب زحل. عندما تقرأ الأساطير المتعلقة بالإله هورس سوف تفهم طبيعة عمل كوكب الشمس، وهكذا. كل إله مرتبط بكوكب تستطيع أن تفهم طبيعة عمل الكوكب من خلال دراسة أساطيره وقصصه. فهذه هي أهمية ربط الكواكب بالآلهة. طبعا بكل حال من الأحوال ننتقل الآن، من بعد أن شرحنا الأبراج والبيوت الفلكية والكواكب، إلى مسألة مهمة جدا وهي الكواكب الفرعية أو الكواكب حديثة الاكتشاف. يعني كل ما سبق كان حديث عن الكواكب السبع الرئيسية. الكواكب حديثة الاكتشاف لو أردنا أن نتحدث عنها سريعا فهي أورانوس، يعني بالتكنولوجيا ويعني بالقدرة على
خلق الإبداعي، يعني بالقدرة على التغير، يعني بالثورات والتجديد، هذا هو أورانوس. بينما نبتون هو كوكب طاقة قريبة إلى طاقة المشتري، ولكن طاقة فيها نوع من الوهم، الخداع، فينا نربط حتى بالهلوسة والمخدرات. نبتون أيضا من الكواكب الذي يمكن أن يرتبط بالإدمان، الإدمان على شيء ما سواء المخدرات أو غيره. يتبقى أيضا بلوتو، بلوتو كوكب حديث الاكتشاف أيضا، يرتبط بالموت، يرتبط بالعالم السفلي عند القدماء حسب الأساطير، بيرتبط بالغموض، يرتبط بالموت والتحنيط، يرتبط بلوتو بالسوداوية والاكتئاب. كل الأحوال هذه هي الكواكب الحديثة الاكتشاف، أورانوس، نبتون، بلوتو. أريد أن أنتقل الآن إلى مسألة حكم الكواكب للأيام. يعني عندنا 7 أيام في الأسبوع، والقدماء عندما جعلوا عدد الأيام 7 جعلوا عدد الأيام 7 لأن عدد الكواكب الأساسية في علم التنجيم هي 7 كواكب. فكوكب زحل يحكم يوم السبت، وهو يحكم أول ساعة عند طلوع الشمس في يوم السبت، لذلك قالوا أنه يحكم يوم السبت. الشمس تحكم يوم الأحد، ولأنها تحكم أول ساعة عند طلوع الشمس في يوم الأحد فقالوا أن يوم الأحد محكوم من الشمس. الاثنين محكوم من القمر لنفس الأسباب، الثلاثاء محكوم من المريخ لنفس الأسباب، يوم الأربعاء محكوم من عطارد لنفس الأسباب، يوم الخميس محكوم من المشتري لنفس الأسباب، ويوم الجمعة محكوم من الزهرة لنفس الأسباب. هذه هي ارتباطات الأيام 7 في الأسبوع بالكواكب 7. وطبعا سوف أضع لكم صورة حاليا لرموز الكواكب حتى تحفظوها، لأنه سوف ترد معنا في الحلقات القادمة، سواء عندما نشرح الكبلاء وشجرة الحياة، أو عندما ندخل في شرح تعاليم باطنية أخرى. وقت الحلقة وأنا أرى وقت التسجيل صار كبيرا جدا، كنت أريد أن أضع خريطة فلكية لكي أحللها لكم بشكل سريع جدا حتى تستطيعوا تستوعبوا المعلومات بشكل أكبر وتكون عندكم صورة أعمق، ولكن أجد أن التسجيل صار عندي وقت طويل جدا، فلا أريد أن أجعل الحلقة مملة وطويلة جدا. كنت أريد أن أضع خريطة الساحر أليستر كراولي وأبدأ بتحليلها لكم حتى تفهموا أكثر، ولكن وقت الحلقة أجد أنه صار كبير جدا. نحن في هذه الحلقة شرحنا أهم أساسيات علم التنجيم، تحدثنا عن الأبراج، عن البيوت الفلكية، عن الكواكب. هذه هي أهمية هذه الحلقة كمرجع لأي مبتدئ يريد دراسة التنجيم أو فهمه. سيفيدنا فهم التنجيم في حلقات قادمة عندما نخوض في شرح الكبلاء، شجرة الحياة، السفروث 10 فيها مرتبطين بكواكب فلكية. أيضا سيفيدنا هذا في شرح التأويل الباطني لبعض الديانات ولبعض المفاهيم الدينية المقدسة الغامضة التي ترتبط بعلم التنجيم، مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، السيد المسيح بحسب الأناجيل كان لديه 12 تلميذ. 12 تلميذ لو لم يكن الشخص مطلع على علم التنجيم لن يفهم أنهم رمز للأبراج 12. فالمسيح هو مرتبط بالشمس، والشمس تموت في برج العقرب، وبالتالي قالوا أن أحد تلاميذه يهوذا قام بخيانته وتسليمه، مما يعني يرمز إلى موت الشمس عندما تدخل في برج العقرب. فيهوذا هو رمز لبرج العقرب الذي تموت فيه الشمس. فبكل الأحوال هذا وصف فلكي لموت الشمس وقيامتها من جديد،
شخص لم يكن مطلع على أساسيات علم التنجيم ولم يكن يعرف في علم التنجيم، لم يفهم هذه المعاني الدينية الباطنية مثل قصة المسيح وارتباطها بالأبراج الاثنى عشر، المسيح هو الشمس وتلاميذه الاثنى عشر هم رموز للأبراج الفلكية الاثنى عشر. وطبعا كثير من القصص الدينية ترتبط بالتنجيم ينبغي أن نشرحها في وقت لاحق، فمن هنا أهمية ارتباط علم التنجيم بما نطلع عليه وما نشرحه. في حلقات قادمة سوف نتكلم أكثر ونشرح أكثر، ليس عن التنجيم وإنما عن الكبلاء. أتمنى أن هذه الحلقة أعجبتكم. تحياتي.